اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب بضيفي في هذه الفقره كابتن ايمن دجيش. كابتن ايمن ازي حضرتك؟ ازي كابتن اسلام؟ اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. هزيمه النادي الاهلي النهارده من نادي بيراميدز في دور ال 16 من احد الاسباب، مش السبب الرئيسي، انا بقول مره ثانيه اهو، مش السبب الرئيسي ولكن سبب من الاسباب اللي ادت مع اخطاء الجهاز الفني، مع اخطاء اللاعبين، اخطاء الكابتن جهاد جريشه من وجهه نظرنا. خلينا احنا نطلع نشوف بقى كابتن ايمن دجيش هيقول لنا ايه. ما عندناش لقطات ولكن هنشوف وجهات نظره بقى في هذا الموضوع. اتفضل. الحقيقه كابتن اسلام، قبل المباراه انا طبعا اتكلمنا وطلعنا قبل المباراه، يمكن انا كلمتك قلت لك ان انت الحكم ممكن ياخد قرارات طول الماتش بنسبه 80-90% يوصل لقرارات صحيحه، لكن احيانا بيبقى في عندك قرار مؤثر بيأثر في نتيجه المباراه. مظبوط الحقيقه يعني. فالنهارده للاسف ما كانش فيه توفيق من كابتن جهاد او طاقمه، انا بقول كابتن جهاد يعني طاقم التحكيم، في قرار النهارده في لعبه كانت مؤثره جدا في نتيجه المباراه واثرت على نتيجه المباراه. كان في لعبه ودي لعبه الماتش يا كابتن اسلام، لعبه حسين الشحات اللي كانت ناحيه اليمين، اللي حسين الشحات ركله جزاء صحيحه للنادي الاهلي لم تحتسب، واضحه جدا. الغريبه ان انا برجع لبدايه الموسم اللي فات وكان مباراه الانتاج الحربي وكانت في فاكر اللعبه اللي حضرتك بتتكلم عنها، يعني صوره يعني صوره واضحه جدا. خلاص حسين الشحات لمس الكوره عدوا الرجل فين، طالعه فين الرجل بتاعت المدافع بيراميدز حمدي اعتقد، الرجل خلاص هي الكوره عدت، ودي الرجل دي خلاص بتعطل حسين الشحات واضحه. انا الغريبه بتذكر كابتن اسلام مباراه الانتاج السنه اللي فاتت، و كان مباراة الانتاج ونفس اللعبة كانت لعبة رجل الجزاء بتاعت هو وليد أزارو كانت لعبة برضو واضحة جدا. للأسف الحكم الإضافي هنا برضو كابتن جهاد عليه مسؤولية، يعني نبدأ بالكابتن جهاد. هي يا كابتن واضحة جدا واضحة يعني. جدا الرجل طبعا ارتفع زي الرجل مرفوعة، مش محتاجة كابتن إسلام تحليل، لأن هي واضحة جدا الكرة عدت وأنت بتحط رجلك كده خلاص أنت عقت المهاجم. الغريبة إن هنا مكان الحكم الإضافي اللي هو محطوط، ودي تتكلمنا نرجع كابتن طارق السامي زي ما قلت قبل المباراه، من اكتر الحكام اللي كان عندهم ثقه في ان هو يبقى موجود كحكم اضافي في مباريات، ويمكن اكتر حكم لعب حكم اضافي، لكن علامه استفهام كبيره على اللعبه ديت. انا طبعا جهاد جريشه عليه مسؤوليه لان المسؤول الاول عن المباراه هو الحكم، كان جهاد الناحيه الثانيه كان نفسي جهاد حته ان انت كحكم ما تعتمدش على الاضافي، يعني انت تقرب شويه برده لازم تشوف انت التفاصيل كحكم. طبعا جهاد عنده مسؤوليه في اللعبه، لكن المسؤوليه كبيره برده عند الحكم الاضافي، لان انت النهارده الحكم الاضافي في المكان ده وفي الحته ديت هي دي اللعبه دي بتاعتك، يعني انت جاي، ودي هتخلينا كابتن لازم نعيد التفكير في تجربه الحكم الاضافي. اذا كانت هي التجربه دي مثلا بتخلي الحكم، ما هو فايدته ايه طالما ما بيحسبش حاجه؟ مش كده يعني كمان يا كابتن اسلام، ان انت النهارده ممكن تخلي الحكم، هو منظر ممكن تخلي الحكم ان انت تقول له على ما تخلي الحكم يعتمد عليك، او الحكم ممكن يعتمد على الحكم الاضافي لان الحته دي في مكانه وما يقربش يشوف بنفسه، فدي بتحصل ممكن اعتماد على الحكم الاضافي، ما بتخليش الحكم يجتهد ويروح للمكان. وده اللي جريشه لو شاف تفاصيل، انا متاكد لو راح وشاف التفاصيل كده كان حسب ركله الجزاء، لكن اكيد هو اعتمد على دي. حصل بينهم اتصال طارق سامي بصراحه علامات استفهام كبيره على اللعبه ديت اللي كانت مؤثره في نتيجه المباراه يعني. طبعا في قرارات كتير جهاد خدها صحيح وعقوبات اداريه وحاجات، لكن في برضو بعض الالعاب منها لعبه في بدايه المباراه في رمضان صبحي على 18، دي كانت لعبه برضو مؤثره من مكان مؤثر. اللعبه دي برضو جهاد ما حسبهاش، كان في دفع باليد ما كانش في حاجه من تحت، بس أيوه. في دفع باليد كان المفروض دي اللعبه دي كانت في مكان مؤثر جدا، ما اتحسبتش برضو جهاد. هات الصوره يا سمير. جهاد ما حسبهاش برضو، كان في لمسه يد على علي جبر برضو كانت ناحيه الشمال وما اتحسبتش برضو لان هو ما شافهاش برضو، كان يعني كانت الناحيه ممكن ما كانتش واضحه بالنسبه له. عايزين نقول ان كان في بعض حاجات هو ادى قرارات كتير صحيح، لكن الخطا مؤثر في نتيجه المباراه طبعا. هي لعبه حسين الشحات. وجهه نظري برضو يا كابتن، لو جاهز يا سمير لو سمحت اعملها لنا، حطها لنا على الشاشه، ومره ثانيه ومره ثالثه ومره 10. كابتن جهاد جريشه كان له دور في هزيمه النادي الاهلي، ولكن الجهاز الفني واللاعبين يتحملوا ايضا جزء من هذه المسؤوليه. هي دي الكره اللي انا عايز اتكلم مع حضرتك عليها كابتن ايمن. طيب هنا محمد هاني طالع يلعب بدماغه بالزبط. نزلت على دماغه وعلى ايده بالزبط. خلاص كابتن جهاد جريشه احتسبها بالظبط، هاند بول احتسب هاند بول. هو ممكن جهاد جريشه شاف خلاص، معلش خلينا نكملها. شاف ان ممكن تكون ايد هاني طلعت، هو من وجهه نظره هي قدام حضرتك لا مفيش ايد طلعت ولا ايد نزلت. هي ولا في ايد طلعت ولا ايد نزلت. انا بقول لك من وجهه نظري بالظبط كده، من وجهه نظر الحكم هو
فمحمد هاني هنا ولا ايده طلعت ولا نزلت، ايده جنبه، هو طلع يلعب بدماغه جت في دماغه ونزلت على صدره وجت في ايده زي ما حضرتك شايف. خلاص تمام. الكره الثانيه اللي هي في نص الشاشه الثاني اللي هي الشوط الاول برضو، عبده لوميلا لاعب نادي بيراميدز، نفس الكره تقريبا يا كابتن جت في بطنه وراحت لايده. بص يا كابتن اسلام، حضرتك بتقول لي قول لي بص يا كابتن، القانون واضح، احنا عندنا كابتن اعتبارات طبعا تقديري للكابتن اسلام والراي، لا 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 طبعا احترامي حر يا كابتن، أيوة. احترامي لكل راي، لكن احنا لما بنيجي نتكلم كابتن اسلام بنتكلم على قانون، على القانون بالظبط، ما بتكلمش على القانون. انا جيت قلت لك ان اول حاجه لعبه مؤثره في نتيجه المباراه لعبه حسين الشحات. حلو جدا. انا بتكلم على اللعبه دي، اللعبه دي حاجه اسمها غير متوقعه كابتن اسلام. يعني ايه غير متوقعه؟ يعني اللعبه دي لو جت في ايده على طول بالمسافه الكبيره ديت ركله جزاء، لو جت في ايده على طول ركله، لو الكره جت في بطنه او في صدره وايده يبقى دي حاجه اسمها عندنا في القانون لعبه غير. ليه عمل كده مع محمد هاني؟ ما هي جت في صدره، غير متوقع. ما انا بقول لك هو بصرف النظر محمد هاني ما جتش، ممكن تكون ما جتش لا جت في صدره، جت في صدره بالظبط، ممكن هي اصلا واضحه. ما انا اقول لك يا كابتن اسلام، هو عارف ايه الكره دي كانت ايه؟ اوت وبتتلعب وفي دقيقه 88. انا بقول انا مش هختلف معاك، انا بقول ممكن في لعبه محمد هاني هو ما شافش التفاصيل، فاهم قصدي؟ يعني ممكن يكون هو اخطا ما شافش التفاصيل، لو هي جت في صدره وبعد كده جت في ايده. وإيه هو اخطا بين الحكم الكويس والحكم الوحش، اخطا التقدير، التقدير يعني هو هنا اخطا التقدير وهنا ما اخطاش التقدير. نسبه انت بتقول، سالت سؤال كويس يا كابتن اسلام، نسبه احتساب الاخطاء الفنيه بصوره كبيره، نسبه كل ما النسبه نسبتك تعلى او اخطائك تقل احسن الحكام ايه يا كابتن اسلام؟ افضل الحكام اللي هم اخطائه بتقل، نسبته في مش اللي هو بدون اخطاء، لا طبعا اللي هو اقل اخطاء. ايوه كابتن، لان مفيش انا هنا حضرتك بتتكلم، انا على فكره مش فارقه معايا اللقطه دي خالص، ولكن صح. انا اللي فارق معايا هو تطبيق نفس المعيار، نفس المعيار، حتى لو نفس المعيار خاطئ بالظبط. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان المساواه في الظلم عادي، مش مختلف معاك يا كابتن اسلام. خلاص هنا حضرتك بتقول لي ان هي جت في بطن لوميلا، دي واضحه عندنا في القانون، واضحه وصريحه. وبتاعت محمد هاني طلع لعبها بدماغه، قامت جايه في دماغه وصدره وجت في ايده، نفس اللعبه بالظبط، جت في دماغه وصدره وايده، المفروض ما تحسبش. طب ما حسب، لو انا بقول لك يعني ما عندناش اللقطه حسب. يبقى هو هنا ما شافش التفاصيل دي، شاف الايد بس. شاف يعني انت ممكن تكون انت، ما انا بقول لك ما شافش، انما انا بقول لك القانون بيقول ان هي اللعبه دي غير متوقعه، اللي هي اللعبه اللي حضرتك بتقولها بتاعت الثانيه، او يعني لو زيها، لو زي ما انت بتقول صدر او دماغ، دماغ وايد ما تتحسبش على طول. طيب في هذه المباراه في اخطاء اخرى، في اخطاء اخرى، في عندي مثلا يعني انا لو جينا عند المساعد الثاني كان عندنا تسلل خاطئ في الدقيقه 17 بدايه المباراه على علي معلول، لو تذكروا كابتن الاسلام مظبوط صح. كان في ركله حره، يعني انت كمساعد في ركله حره على حسين الشحات لو نتذكرها برضو قدام المساعد الثاني، الزق دي يعني هي انا شايفها كان في من الاثنين احتكاك عادي. انا كان الافضل، كان الافضل ان انت تمشي اللعبه ديت، يعني ما كانش فيها ركزه، وكان المساعد الاول بصراحه ما كانش عنده حاجه، يمكن لعبه في الدقيقه 2 لازم نوقفها ولازم نجيب لقطه وكده صعبه، لكن ما كانش عنده اخطاء بس يعني هي دي الاخطاء. لكن انا قلت لهم كام من 10 رقم يعني؟ طبعا انا مش قادر، طبعا عندي هنا جهاد جريشه، انا طبعا بحمله، طبعا عنده نسبه في الخطا بتاع، انا بحمل النسبه الاكبر لطارق سامي الحكم الاضافي. الحكم الاضافي هو نسبته اكبر، لان انت النهارده جاي بتقف في الحته دي عشان كده. ليه بقى يا كابتن اسلام برضو؟ عشان قبل ما لازم نشرح للناس، هم لما حطوا في الحته دي دايما الحكم بيبقى اتجاهه الناحيه الثانيه، لكن مش من ذلك يمنعه ان انت تقرب، لما يخش لعيبه مع بعض انت تحاول برضو تقرب وتشوف، انت كحكم مسؤول عن التفاصيل، لكن انت لما حطيت الحكم الاضافي عشان يقول للحكم في الحته ديت الخطا اللي موجود في الحته ديت، فانت النهارده طارق يعني ما قامش يعني، او ان هو كان تقديره، او انا مش عارف الموقف ايه بالظبط، لان كانت لعبه واضحه زي ما قلنا زي ماتش الانتاج. فالنهارده جهاد جريشه طبعا بعتبر انه عنده برضو ان هو ما قدرش يوصل ان هو يشوف الخطا ده، فده خطا برضو يعتبر كبير ومؤثر في نتيجه المباراه. فيعني انا جهاد جريشه النهارده اديله، وعمل حاجه تانية برضو انا 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 استغربت من جهاد فيها، كان المفروض يبقى اكثر ذكاء فيها. في اخر المباراه كان في لعبه فاول النادي الاهلي لعب من ورا رجعها فانت ما كانش يعني ايه، حتى يعني كان المفروض، انا من رايي يعني ما لو اتلعبت خطوه خطوتين، لان اللعبه كانت في نص ملعب الاهلي بالظبط، فكنت اتمنى ان انت جات يعني تمشي لعب، لان كان الماتش خلاص بيخلص. بس هل ده بيحصل حتى في القانون يا كابتن؟ ده حتى في التعديل اللي هينزل جديد يا كابتن اسلام، اللعيب انا النهارده انت عملت خطا، انا عايز اديك انذار. اللعيب الثاني لعب بسرعه ما شيرش الانذار، اسيبك تلعب، اسيب اللاعب الثاني اللي انت عملت معاه الخطا يكمل هجمته، يلعب لعب الفاول بسرعه، وبعد ما هجمتك تخلص ارجع اديك انذار يا كابتن اسلام، فاهمني؟ ده في الجديد. فانا كنت اتمنى ان هو يمشي اللعبه دي. فطبعا انا بقول لك لعبه حسين هي لعبه المباراه،
لعبه حسين الشحات، اللعبه اللي اثرت على نتيجه المباراه. طبعا جاد اديله 7.5 ادي المساعد الثاني يعني برضو يعني اديله 8 او 8 اللي حاجه بسيطه 7.8 المساعد الاولاني اديله 8.5 طارق النهارده يعني علامه استفهام مش هقدر اديله درجه لان هي دي الاختبار الوحيد يمكن محمود ناجي الاضافي الثاني ما كانش عنده اي لعبه فطارق سامي يعني ما اعتقدش هديله النهارده درجه لان هي دي الاختبار الوحيد وفشل فيه بالظبط كده يا كابتن اسلام يعني عموما كل التوفيق لطاقم التحكيم المصري بقى خلال الفتره اللي جايه احنا داخلين على فتره صعبه جدا والنادي الاهلي كان اكثر مساند للتحكيم المصري خلال الموسم الماضي موسم انتهى بحلو بمره بكل ما يحمله من قسوه على جمهور النادي الاهلي ولكن في النهايه ايضا كان هناك اشياء ايجابيه كثيره في هذه في هذا الموسم نتمنى ان احنا نستفيد من الاشياء الايجابيه ان شاء الله ربنا يكرمنا خلال الفتره القادمه وكابتن سمير عثمان يستطيع ان هو يغير من شكل الحكام المصريين خلال الفتره اللي جايه لان بهذا الشكل وبهذا المنظر هيبقى في هناك مشاكل كثيره جدا انا بشكرك جدا يا كابتن هو اكيد يا كابتن طبعا كابتن سمير بنتمنى له التوفيق ولسه طبعا يعني لسه مستلم ما كملش 5 أيام اتمنى ان هو يعالج الامور دي كلها ان شاء الله اتمنى ان هو تجربه الحكم الاضافي دي يشوف التجربه ديت ويعيد تقييمه ليها واتمنى له التوفيق باذن الله واتمنى للتحكيم المصري التوفيق ان شاء الله انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن ايمن هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل استقبل دكتور احمد سامي